اوكي ليز اجلت الشباب الان مثل ما شايفين شباب حبايبنا منظر جديد وكل شيء جديد واشياء باللوز يا ساتر. خلينا نبلش شباب التحديث. شوفوا لي اللوبي يا شباب حبيبي والله كفو. طبعا شباب بدنا ندخل شوي اوكي حزمه الدكتور السكر شو هدت حزمه اوكي هون عندنا حزمه جديده هون هذا نفس الشيء اوكي الفاير باس شباب هذا شفناه فرجيتكم يا شباب مقطع لازم تروحوا تشوفوه اذا ما شفتوا تروحوا تشوفوه شباب حبيبي والله بلس ندخل الركن رويال شباب اول بحب دائما اول شيء دائما اول ما بدخل بحب ادخل يعني اشوف الاشياء الموجوده معلم عندنا هون سكن جديد بنت اوكي حبيبي والله دكتور وما دكتور ومرتب عنا سكين جولد وما في سكين جولد رح ينزل بعد 8 ساعات اوكي شباب عنا هون سكين دايموند اوكي مبدئيا حبايبنا بالنسبة لهون الاشياء ما في شيء هون كلها على حالها اوكي بلوس رح ندخل نشوف شباب اول شيء شباب واهم شيء شباب شخصية كريستيانو شباب تحتاج الافضل هي قدامي يا اساطير ينشئ حق القوة المانية يمنع 800 من الضرر عمل العداء غير قادر على مهاجمة الاعداء بالخرج من داخل المجال جميع التأثيرات تدوم لاستمدة 6 ثواني التهدئة 120 شباب عسى شباب ندخل نجرب كريستيانو شباب ضروري شباب ضروري نجرب كريستيانو حبايبي ليتس جو يلا روح ضروري ندخل نجرب كريستيانو يا ساتير يلا نروح ضروري نجرب جد كريستيانو معلم يلا يا ساتير اول شيء شباب كريستيانو معلم هذا هو حبيبي والله شايف اللعبة صاير اخف شباب ما بعرف ليش هيك شايف اللعبة شوي خفيفة حاسس انه اللعبة خفيفة شوي شباب ولا انا هيك بصير عندي مالي والله ما بعرف بس حاسه شوي خفيفة اوكي يعني مبدئيا يعني فهمت علي شوف خلينا نفرج على كريستيانو معلم شو وضعه اوكي طول بالك اضرب شغل اوكي الدايرة شباب كبيرة باين عليها الدايرة معلم الدايرة كبيرة اوكي بيطول يعني بس ولكن يعني ممكن يطول كثير تمام لا ما جربنا نضرب يا زلمة طول بالك خلينا نرجع نطلع ندخل من هون هون يا حبايبنا طبعا حبايبنا بنفس الوقت خلينا نشوف هالساحة شباب شوف في تغيير بهالساحة الظاهر ما في شيء تغير تمام اوكي تمام خلينا نطلع شباب بشكل سريع ونجرب من اول وجديد اوكي شباب نتأكد من كريستيانو شباب رح نتأكد من كريستيانو يا اساطير اوكي نتأكد من كريستيانو انه يعني معلم ما عاد يشتغل من هذا اوكي تفتح هذا هو معلم كريستيانو بحث خلينا نشوف اللاعبين عجب هن ترى في منو عم بيلعب جربوا كريستيانو شباب بالتدريب لساتهم مش فاعلينه نجرب هذا نشوف وين الناس وينه؟ ما في حدا هون معلم؟ والله زين ما في حدا هون شباب، خلص اي في واحد هون راح يستخدم كريستيانو هذا بلا طيب شباب نزلوا الضرر تبع اليو ام بي شوي بس ولكن حبيبي والله اوكي منطقة التدريب شباب يعني نفس الوقت ما تغير شيء فيها اوكي 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 يا حبيبي والله عندنا هون الثلج معلم اوكي هذا هو هذا ما عنده كريستيانو معلم تعال شغل كريستيانو حط ثلج اوكي كريستيانو شباب باختصار خلص مبينه معلم خلص بقدر نكمل شباب ونشوف خلينا نشوف شباب في سلاح جديد نزل يا اساطير لنجرب السلاح الجديد اللي نزل يا اساطير اوكي والكار والسكار قوي ميزاته شباب بس ولكن حابب نجرب السلاح الجديد شباب مره ثانيه السلاح الجديد وينه معلم هذا هو نجرب السلاح الجديد يا اساطير تعالوا نجرب لكم السلاح الجديد نشوف وضعه طبعا شباب بالنسبه للسلاح الجديد عندنا هنا فيه مثبت تمام ومخزن انا حط له معلم بما انه بدون شيء 30 طلقه اوكي وفيه سايلنس بنفس الوقت حبيبي والله شو بده ملعب يسكر حط له هذا شباب هيك اثنين من هون و الطرفين اوكي هون صار مع مخزن اصفر 42 طبعا خلينا نشوف السكوبات بنحط له اكيد بنحط له اكثر من سكوب اوكي نرجع نجرب السلاح يا ستير وين هي السكوب تبعه حبيبي والله تعالوا هات سكوب اربعه هات اهم شيء سكوب اربعه معلم سكوب اربعه بحط له سكوب اربعه باللوز خلينا ندخل نجربه شباب من قرب من بعد وكل الاشياء الاسطوريه اوكي روح معلم هات لنشوف هات لنشوف معلم كم دماجه قولي طولي بالك حجي ابلع 83 معلم بضرب هيد شوت جاب من قرب وهذا مخزن سلاح اس ام جي بس اسمعوا خلينا نشغل كريستيانو معلم لك نسيت كريستيانو شباب ما بيشتغل خربت طيب شباب يم زاوية كريستيانو ابلع 110 109 ابلع 104 يا زلمة شوي هيك والله كان راح يموت يا زلمة والله كان راح يموت يا زلمة اتفرجوا معلم دمه استوى 55 والله شباب مبدئيا كسلاح
يا زلمه الف واحد عليا يا زلمه شو هيك يا زلمه الف واحد علي طولي بالكم عشان اجرب السلاح اكثر واكثر اوكي بلوز والله شاب سلاح ما له شيء سريع شوي ابلا بس هناك هذا الشاب ما له ولا سكين ما له ولا سكين اصلا اوكي مبدئيا سلاح شاب مرتب ما له شيء خلينا نطلع لين شاب نترك من الاسلحه ونطلع مثل شيء شباب بس ولكن شاب حاب اجرب لكم الكار يعني عملوا له تعديل عملوا له تعديل يا شباب يا اساطير الكار خلينا نشوف الكار يعني كم يضرب هيك اوكي على الجسم 162 تقريبا هذا يعني عدلوا له تقريبا شوي زياده يعني تلقوته ما اعرف اذا بتكون نفس السنايبر بس خلينا ناخذ كار مع القطعه معلم اثنين كار مع القطعه شباب خلينا نشوف معلم ما في له سكيب ولا شيء بس بنحط له بوش جربه بشكل سريع شباب للكار ضروري نجرب الكار شباب لاعب سنايبر يا اخي خذ بالك اوكي 117 103 اوكي يعني تقريبا يعني زادوا له يعني تقريبا شيء 20% ولا 30% حلو يا زلمه انت ولا سلاح يا زلمه تفتت علينا يا زلمه ما خلصنا من الفي اس اس صار في الفي اس اس 63 اوكي من بعد هنشوف اوكي بالنسبه للاسلحه شباب حلو 63 120 117 من قرب اوكي يعني في شويه يعني تعديل خفيف عليه زادوا في معدل الاطلاق فقط ما هو حلو اوكي هاي بالنسبه للكار شباب جربناه بشكل سريع يلا لا شباب خلينا نروح على اللوبي نرجع على اللوبي يلا نرجع على اللوبي معلم اوكي يا اساطير هذا هو اللوبي حبايبي تمام ندخل على المتجر نشوف المتجر شباب لا ندخل على الاشياء السكنات الاحمر باللون الاحمر وما احمر معلم طولوا بالكم شباب ندخل على شكل سريع ما في شيء هون الاسترداد نشوف الكيوب ماجيك ما نزل شيء جديد لا لسه ما نزل قطع هذا اوكي رمز التوكن تمام لحد الان ما نزل شيء جديد شباب لحد الان برمز التوكن هذا الاف اف ما في شيء رمز الرتبه نفس الشيء شباب ما في نزل شيء لسه ولا اي شيء اوكي هذا هو ما في شيء جديد بالنسبه للسكنات الاحمر والاحمر شباب العاده بينزلوا سكنات بس ولكن ما نزلوا اوكي اساطير ما في شيء لحد الان ندخل على الهيرويك طبعا شباب نزل كلاس سكواد اوكي يمكن جدد اليوم لازم يكون جدد اليوم بس ولكن لسه حد لما جدد ممكن بعد شوي راح يمشي الحال anyway شوفي هون خلينا ندخل على التفاصيل معلم شوفي التفاصيل هون ما في شيء وقف خلينا ندخل على البروفايل ندخل على البروفايل يا ستي بالنسبه للبروفايل شباب ما تغير شيء فيه لحد الان هذا هو نفس الشيء كله نفس الشيء ما في شيء لحد الان تغير ما في اي تغير حبايبنا بالنسبه للبروفايل اوكي باللوز اوكي شباب بس خلينا نجرب بشكل سريع الام بي 5 يا حبايبنا طبعا زادوا له كمان معلم ام بي 5 مع القطعه خلينا نجرب ام بي 5 مع القطعه معلم من اغلب الاوقات نشوف ام بي 5 مع القطعه خلينا نشوف معلم شو صار وضعه هيك بس بشكل سريع اوكي ندخل هون نجي لهون نجي لهون وين اي وين اي وين 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 نحط البوش 3 معلم ايزي اوكي هات نشوف ام بي 5 بشكل سريع شباب زادوا له كمان قوه حلو هات نشوف الام بي 5 هلمي شبوه شو هذا معلم؟ شو هذا يا زلمه صوته يا زلمه شوف الصوت شو هذا يا زلمه جايب الدبل كار يا زلمه جاي لي بالدبل كار يا زلمه طولي بالك جيتك شو كريستيانو مشغل كريستيانو واحد تاني ضربني والله بس خلينا نشوف شخصية ماكسيم يا زلمه طولي بالك مع كريستيانو شاب خلاص خلصنا منه تعالوا تعال تعال يا اخي هذا واحد متخبي هون واحد متخبي هون يا اخي ما يخلوني اجرب شيء يا اخي طولي بالك قول لي 16 و 18 وباللوز تعال نجي لهم معنا قول لي باللوز اتس اوكي اتس اوكي خلينا ندخل على الاعدادات شباب خلينا نشوف الاعدادات وبعدين الرقصات ندخل على الاعدادات شباب ونشوف الرقصات ندخل على الرقصات معلم خلينا نشوف شو صاير بالرقصات معلم ترى نزل شيء بالرقصات يلا يا حلوين اوكي ما في هون عنا شيء هون ندخل على الرقصات نزل تحت الشيء تحت الشيء شباب تحت الشيء ذكروني شباب ذكروني تك 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 ما في شيء بالرقصات شباب ما في شيء شخصية ماكسيم شباب كمان عملوا عليها تعديل اوكي خلينا نشوف تعديل فريق واحد شفت ماكسيم شباب صار عليها تعديل شباب عم يقولوا خفضوه ل 30% يا اساطير اوكي هذا هو تنام الفرد ويستخدم معدات طبيه اسرع بمعدل 30 طبعا شباب والله الصراحه ما بتذكر كم بس ولكن لنشوف 30% كم كان قبل يمكن كان 50 ولا ما اتذكر الصراحه شباب ليك شباب
ما راح اقول لكم، راح نشوف من بعد هذا الشيء. ندخل على الاعدادات شباب، ندخل على الاعدادات بشكل سريع شباب. بالنسبه للاعدادات معلم طول لي بالك، الحساسيه هذا هو، وسائل التحكم نفس الشيء، معلومات زميل الفريق شفاف. ها شباب علامه الضرب، ركزوا معي شباب، هون صار في شيء اسمه جديد وكلاسيكي وشفاف وما كلاسيكي، وهدول الاشياء راح نشوفها مع بعضنا الان شباب. الجمع التلقائي هذا هو تقريبا صار في اكثر يمكن من عدد خاص بنفس الشيء، نقدر نعمل اللي بدنا اياه. نقصوا له بعشرة للماكسيم. اوكي هون للاعدادات معلم، شوفوا الاعدادات هون، الظلال نفس الشيء مبدئيا ما في شيء تغير، هذا هو مثل ما بنعرفه حبايبنا. الصوت نفس الشيء، موسيقى مسلسل صوتيه اشعار قتل متكرر صوت كذا كذا كذا، اشعارات هون معلم حبيبي والله. اوكي باللوس طبعا. هون الشباب عم يقول يمكن في خريطه جديده شباب، برغاتوري الظاهر هي هي معلم، مثل ما انتم شايفين الشكل تبعها. هندخل نشوفها شباب شو عم بيطلع هون. كلاس سكواد، لا هي تعيد الكلاس سكواد عفوا. اوكي هون كلاس سكواد عم يقولوا انه غيروا، ثواني نشوف الخرائط. طبعا رجع مود الذئب حبايبنا، رجع مود الذئب مثل ما انتم شايفين. اوكي بس ولكن كان في مود جديد شباب، وينه هذاك؟ وينه هذاك المود؟ كان في مود جديد شباب وينه؟ قولي قولي تفرجوا على الساحه شباب حبيبي والله. يا سلام عليك، شو هي معلم؟ تعال ندخل هون. شو هي؟ التقاط حرب، في حرب شباب. ابلع هل دمشت وين؟ تعالوا تعال تفرج. ابلع ابلع تعالوا تعال دمج 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 دمجتهم يا زلمه، دمجتهم. ابلع والله بدمج الكل شباب، عم بدمج يا زلمه، عم بجمدهم يا اخي. شو عم بقول انا؟ ابلع شوف كيف مجمدته. طبعا الساحه صارت فوق معلم، فوق الشيء والله يا شباب. الساحه باللوس صراحه، الساحه ثلجيه وما ثلجيه. السلام عليك. حلو 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 حلو. طبعا شباب انتم شايفين شباب هون صار لما ننظر للخريطه صرنا نشوف الاسماء، يعني معلم اذا واحد بيقول لك نزلنا بهذا، لا لازم لازم تفتح تجي لهون وبتروح وتجي وما اعرف شو. ليك شباب في شيء منطقه صار فيها جليد، اللي هي المنطقه الموجوده هناك شباب. نروح نعمل لها فتله معلم، نروح نعمل لها فتله معلم. يلا ليتس جو. عجب حاطين اسم ولا معلم؟ بطريق ما تغيرش كمية ثانية، هذا هو نفس الشيء حبيبي والله. عندنا هون البيك، عندنا الفاكتوري معلم، عندنا الكليك تاوير، عندنا الكوتاتاتو معلم، شو كان اسمه ما بعرف، بوشينوك مارس الكتريك بيك امون بضمار حبيبي والله. خلينا نروح على المنطقة الجليدية هذيك معلم نشوف. يلا روح خلينا نعمل فتلة شباب هيك سريعة على المنطقة الجليدية شباب، نشوف الأمور معلم. هل يا ترى في برد ولا لا؟ يا سلام بحكي كثير يا زلمة. نشرب شوية مي، حديقة الساموراي معلم. شوف البرد معلم عندنا كيف الوضع. ليتس جو يلا روح روح يا جميل. اوكي اللي يا سلام عليك. طيب شباب رح ندخل هيك شيء بسريع ونشوف كأننا عم نلعب جيم عادي، بنفس الوقت نشوف الأشياء الموجودة. والله الصراحة شباب شيء باللوس صراحة، منطقة باللوس يا زلمة. هذول حاطين النسر معلم، رح أبلع يا زلمة، ما رح أقدر أشوف شيء. باليز تيم، تفرج على الثلج، تفرج تفرج. يا سلام على المنظر. يا سلام هذا عنده اللوت حبيبي والله. هذا نفس الميت، هاي اللوت معلم. نضرب هذا نشوف. هلو برودا شلونك؟ وينك؟ ابلع. شايفين شايف شكل البروزك كيف اختلف شكله معلم ولا شلون؟ شايفين؟ طبعا شباب الكروسا مبين عليه كمان لما فرجيتكم بالصورة الصباحا، فرجيتكم شباب بالبس انه الكروزا صار مرتب معلم. هات لشوف ابلع. ويل 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 الهيد شوت يا جميل. هات لجي معلم. طبعا شوف شوف التوكن شباب، لما تشوفوا التوكن زيادة بيعطيك. انا عندي اربع توكن شباب، ما هي 400 يعني، لا تفكروا انه عندي 400 توكن، بس هيك شوي هيك مبين. فهمت علي شيء؟ اوكي لما يكون توكن واحد بشوفوا توكن واحد صغير، لما يكون في اكثر من توكن بشوفوا يعني كميه كبيره حوالين التوكن. حلو هذا نشوف معلم شو راح يصير هون. يا سلام على الثلج، يا سلام على الثلج، ثلجاتك يا جميل ثلجاتك. شوف معلم شو عم بيعمل هذا هون، خلينا نطلع لفوق. ابلع يا شباب، عملت تكتيك لافع هون. عندنا 500 بس ولكن عندنا 9 توكن شباب، مو 900 معلم يعني، طول لي بالك حبيبي والله. اوكي شباب هي المنطقة حبايبنا مثل ما انتم شايفين، عندنا هون البربر معلم اكيد ما تغير شكله باللوس. خلونا ندخل على الماكينة شباب، شوف شوف في ماكينة جديد. طبعا شكل الماكينة تغير معلم، خلينا ندخل نشوف.
اوكي في شيء حبيت اشوفه شاب وكثير مهم اللي هو الام 4 ما تغير شاب على حاله دول تقطعات الام 4 هذا هو شاب نفس الشيء ما حر ما رجعوا رجعوا السنايبر شباب مثل ما انتم شايفين ما رجع السنايبر حبيبي والله ما رجع السنايبر باللوس هذا هو ثلجات وثلاثه بثلاثه بواحد وشيء تمام وتمام اوكي هاي هي شباب بالنسبه للماكينه هاي في واحد جنبي تمام عليك لا ابلع ماكسيم شاب يعني شوفوا الفرق بالنسبه لماكسيم ما تغير شيء يعني نسبه 10% تقريبا هيك شيء يعني ما تغير شيء معلم كثير يعني شيء واو اتس اوكي اوكي خلينا نطلع شباب ونشوف الامور كلاس سكواد شباب بالنسبه للبرغاتوري العاديه شباب ما تغير فيها شيء شباب الشيء اللي تغير بالبرغاتوري العاديه شباب راح نشوف بالميل في منطقه تغيرت فيها شباب اعتقد في الميل نشوف تاكد من شباب كتبوا انه في الميل انه في راح يكون في شيء متغير فيه خلينا نروح نشوف على الميل على الميل بشكل سريع شوف لي هذا الفوق شباب شوف لي هذا الفوق شوف لي شوف لي عنده كريستيان مشغل كريستيان مشغل كريستيان تمام علي طلع 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 ما عم يستخدم كريستيان ابلع على اللوبي يا الله شباب شوف يا الله تمام علي اي سنايبر كمان باللوس ايوه شباب هذول هذول المؤثرات تغيروا شايفين معي كيف هذول المؤثرات كمان تغيروا طبعا اسلحه وما اسلحه وهيك يعني صار الشكل هيك تغير فهمتوا علي كيف المؤثرات كمان تغيرت قفزات وشفتها شفتوا علي هيك يعني اشياء تغير شوي اوكي في الميل شباب هي المنطقه شباب هي هي هذا المكان شباب تغير في الميل شايفين معي كيف شباب هالمنطقه قبل كان في تذكروا البالوني هي شو بسموها والله صار شيء مباشر معلم تطلع ايزي بريزي اوكي اوكي شباب صار عندنا كلاس سكواد شباب منطقه جديده مثل ما انتم شايفين اوكي هي بيت البرازيل وبرازيل هون في الاسلحه في الاسلحه هون شوف الاسلحه معلم اوكي هدول طبعا داخل وحده عاديه شباب خلينا نشوف الوضع عندهم كيف صاير هذا هو الاسلحه الشباب الطيبه هلا والله هلا والله هلا والله هذا شوف الاسلحه هذا معلم الخريطه تغيرت شباب صار في خريطه جديده الشباب لل هاي بيبي هاي بيبي والله جابني يا زلمه قتلني ابلع عليك وابلع ابلع والله شباب الصراحه من الساحه يعني حلوه جديده الساحه يعني اختاروا منطقه حلوه شباب فهمتوا علي كيف مرتب باللوز طبعا شباب البلكاتوري كلاس كود ولا مره لعبته ما بعرف عجبك كانت موجوده ولا لا بس ولكن كان مكتوب عليها نيو معناتها هي شكلها منطقه جديده معلم اوكي خلينا نشوف شيء ثاني شباب انا راح اطول عليكم يعني كثير يعني فهمتوا علي شوف هيك بشكل سريع حبيبي والله ثواني نشوف الرومات يا صديقي خلينا نشوف الرومات شباب شو صار بوضع الرومات طبعا هون شباب صار في تعديلات بالارض ارض الاحرف اوكي يعني المحبين يعني يشبه مثل البناء وما بناء شباب صار في اشياء جديده فيها اوكي حبايبنا بالنسبه للرومات شباب طبعا نحب الرومات نحن اوكي الرومات هذول هن شباب ارض الحرف هذول نفس الشيء الرومات خلينا ندخل على الانشاء لنشوف شو في صار تغير هون نفس الشيء باتل رويال الفريق اوكي زيب الوحيد صار في صار في المود الزيب الوحيد حلو يعني هون شباب صار نقدر نلعب يعني مباشره 1 في 1 كمان بيصير باللوز ماشي الحال اوكي لعبه معلم هون معلم نفس الشيء خلينا يعني نقول نعمل روم مثلا عاديه تمام الاشياء اللي صارت بهدول في اخفاء لقب الزميل هدف الدقيق اوكي 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 نفس الشيء تقريبا متقدم هذا هو يا شباب ما في شيء يعني كثير يعني هذا هو يعني تقريبا بس تضافوا يمكن ال شو اسمه ال اللهم صل على سيدنا محمد الـ هذا المود الجديد حط صار نقدر نعمله عن طريق انه رومات يمكن تمام 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 الروم الحمراء شباب لساتها مين موجوده اوكي يعني حتى اذا بندخل على المتجر ما موجوده يعني نشوف على المتجر نشوف هل هي ترى موجوده لا مو موجوده شباب بالنسبه للسكار شباب هذا هو بيضرب تقريبا 30 في شويه سرعه في لاحظ شباب في شويه سرعه لاحظ انه في شويه سرعه شباب اوكي بالنسبه خلينا ندخل نجرب شباب داخل الوضع نجرب داخل الوضع معنا نجرب جوا 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 اوكي برودر هات نشوف روح يا جماعه وين هذول الشباب يعملوا ده؟ وي معلم 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 يا زلمه دمي راح يا زلمه دخر ضغني يا الله يا ابوي انا مين شو المدد يا هذا ما شفته هذا يخرب بيته طيب معلم ثواني شوي يا اخي كريستيانو زي ما ساعتي حاطط كريستيانو. وااا شوف مخبي جوا كريستيانو. تعال تعال يا جميل تعال. حلو.
ابلع والله باللوز 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 يا قلبي طويلي. دول راح يجلدونا يا زلمه. اوكي دوري بالك. خلينا نموت موت معلم مشان نودع البطولة. اي حجي. اوكي اوكي اوكي. هيا شوف شو شو بدنا نشوف شو شو ماشي لسه. هو المنطقة هي معلم شوف تبع الثلج هذول. ندخل على الثلج شباب خلينا ندخل على الثلج. هاي الثلج شباب ما بعرف اذا من انتم بتدخلوا عليها اللي بتدرب بالثلج معلم. معلم تفرج. ثلج يا زلمة ما بعرف ما بعرف انتم بتعملوا هالحركة شباب ولا لا. هذي ضرب يعني هذا هو يا شباب بعرف اذا حد من اللاعبين بيدخل بيلعبوا هون شباب ما بعرف صراحة. اوكي خلينا نطلع نشوف معلم. هون شباب شكل الالوان اختلفت شوي فهمت علي؟ يعني الالوان الخريطة وما خريطة اختلفت شوي فهمت علي كيف؟ هيك حبايبنا رح نجرب ابقوا معنا. اوكي معلم بس نبقى مع بعض. حبينا نشوف شباب اللهم صل على سيدنا محمد شباب هذول المود الشكل لما تلوت يعني تعير على اللوت. طبعا هون شباب رح افرجيكم طولوا بالكم شوي. هنطلع من هذا المأزق شباب داخل سكواد عشوائي ان شاء الله يمشي الحال معنا نبلع معلم يلا ليتس جو. هي وراي هلا بالحبيب. اوكي هون اللهم لوت معلم. طبعا هون يا شباب هنا نعير. اوكي تم رصد العدو. ايوه شباب ركزوا معك شيء شباب لما تتعلموا لما تستعمل هيك معلم تضرب ضربتين معلم شفت هيك يطلع لك شفت كيف شباب. طبعا هل الموجوده هي موجوده هون شوفوا انا بعير شباب هنا هي العلامه هي تمام. طبعا هون في شخص تم رصد العدو والله هي شباب ايش بلوز مثلا هون في واحد معلم تم رصد العدو شفت معي كيف ولا لا معلم. يا سلام هذا شباب يعمل هذا فوق ابلع تمام. اذا نجي لهون لما تضغط شباب ضغطه واحده بس بيطلع لك لورا لما تضغط شوف تموضع علامة على واجهة شفت معلم هون حطيت علامة يعني هذا عدو يعني ضربتين يعني عدو شباب فهمتوا علي كيف؟ ضربة عادية تعير على شيء عادي تمام مثلا تدخل للشاب صديقك تعال هون كبسة واحدة لما في لما يكون في عدو كبستين كبستين متتالية معلم. اوكي اوكي انا ميت انا نوك معلم ما عم بيساعدني صاحبني عم بفنشني اوكي حبيبي والله فنش صاحبني عم يتفرج علي اسطوره والله معلم كمل 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 والله اسطوره اسطوره معلم. اوكي اوكي ايم داون ايم داون معلم ايم داون ايم داون صاحبي وين موجود نعطيه لايك. اوكي وهذا الاسطوره هذا شوف شو عم يعمل هذا معلم شو عم يعمل مسكين ملقلق يا زلمه بلا حبيبي والله فنش كفو نجدة شو يا اخي نجدة شو يا شباب والله الصراحه شباب بشكل يعني بشكل سريع بالنسبه للتحديث شباب يعني اتس اوكي شباب في تغيرات حلوه الصراحه فهمتوا علي الشيء يعني الصراحه تغيرات حلوه صراحه شباب يعني تحديث اللوز اللوز تمام اشياء ضافوها شباب ما في شيء يعني شال بالنسبه لكريستيانو معلم يعني حبيب والله بس هذا الشيء يعني شباب يعني شيء اغلب اللاعبين ما يعجبون هذا الشيء واغلبهم يعجبون هذا الشيء فهمتوا علي. هلا هيك صار في يعني تعادل اكثر شباب فهمتوا علي بالوضع بالجيم بلاي على حسب رايي اوكي يا اساطير. ثاني شيء شباب بالنسبه معلم بالنسبة للمود هذا الجديد مرتب اوكي الاضافات الخريطة حلو اوكي علي عمي والله شباب في شغلة حلوة شباب انك تقدر تحط لصديقك اسم مستعار يا زلمة اسم صديق مستعار الحيوان هذا رح سميه حيوان حيدر هذا صديقي حيدر يا زلمة سميه حيوان شوف شباب صار له اسم يعني بتغير اسمه معلم تصدق تغيره والله شيء حلو هاي باللوز معلم حلو لا يا زلمة سوينا عملنا فحص نشيله يا زلمة طول بالك طول بالك لا يا زلمة معي حبيبنا حيدر هذا يا شباب طول بالك شو نعمل له اسم مستعار سوينا معلم نشيله يا زلمة حلوة الإضافة حلوة كمان شباب. اوكي كل خمس دقائق معلم لازم بعد خمس دقائق يعني إلا وقت محدد اشي باللوز اشي باللوز سو حبايبنا الله يسعدكم يا رب شكرا لوجودكم معنا شكرا شفتوا هذا المقطع يعني الحلو هذا البث الحلو يا اساطير اكتبوا لنا بالتعليقات شباب رايكم بهذا التحديث اوكي يا اساطير بتمنى لكم يوم سعيد تمام ونشوفكم ان شاء الله يعني على البسوس وشوف التجربه شباب اكثر واكثر ان شاء الله عن قريب شوفوا يعني نشوف يعني شباب لازم ممارسه عشان نشوف اكثر واكثر للتحديث فهمتوا علي كيف شباب يعني ما نقدر اقول لكم كل شيء بمقطع واحد حبايبنا فهمتوا علي كيف سو ليديز اند جنتلمان هيك بكون تمام مقطعنا اليوم وهذا بسنا لليوم بنفس الوقت شباب بشوفكم على خير بشوفكم ان شاء الله مع التجربه ان شاء الله المسويات اوكي حبايبنا سو بشوفكم على خير لا تنسونا باللايك والمشاركه وكل الاشياء الاسطوريه بشوفكم على خير سلام عليكم.